موضوع ثالث، وموضوع بخص الار سي اكثر والستيل، بخص ماده الار سي والستيل اكثر، فما راح نتعمق فيه كثير، ما راح نتعمق فيه كثير. طيب عندي الشكل هذا، هذا الشكل ناتج من تجربه. التجربه هاي مسكت قطعه ستيل، تمام، بار ستيل، عرضته له كومبريشن اور تنشن اي شيء ما بهمني، عرضته حطيته على كومبريشن. انا مفترض اني احط اني دفرض اني حطيته على كومبريشن، قعدت اضغط اضغط فيه اضغط فيه هسه، وانا بضغط بزيد عندي هنا المنحنى، انا هذا رسمته من خلال التجربه. فعندي هنا محور الاكس التشوه الطولي، وهنا الاسترين الاستريس، اسف، يعني ربطت بين الاسترس والتشوه، بين الاجهاد والتشوه، تاثير الاجهاد على التشوه. يعني احنا ايش حكينا الاجهاد؟ حكينا القوه الموزعه على المساحه العموديه، القوه الموزعه على المساحه العموديه، يعني قديش قديش بتجهد الواحد مليمتر مربع، قديش القوه اللي بتاثر على الواحد مليمتر مربع، تمام. وهنا ايش قديش بصير عندي تشوه؟ طيب بنلاحظ كالتالي، انه انا عندي الاسترس بيزيد، كل ما زدت الاسترس، كل ما زدت الاجهاد، كل ما زدت القوه اللي بتاثر على المساحه، راح يزيد عندي التشوه الطولي، تمام، راح يزيد عندي التشوه الطولي، بيزيد بيزيد بيزيد، بأثر بقوة، بأثر عندي في الجسم، بأثر عندي في الطولي إلى حد معين، إلى ليمت معين. هذا الليمت المعين، الليمت المعين اللي عندي، عندي بصير عندي فيلر، خلاص تنهار المادة، تنهار المادة، ما بقدر أستفيد منها، خلاص وجودها كعدمها بصير. طيب أنا عندي منطقتين، هي إلاستيك وبلاستيك، بلاستيك زون وإلاستيك زون. بدايته انا حطيت على الجهاز، بلشت ازيد في القوه، بلشت ازيد في الاسترس، وصل عندي لاستريس يلد. الاستريس يلد تحمله بعدين بصير عندي حد الليوني، بصير عندي سهل التشكل الماده، بصير الماده سلسه للتشكل للتشوه، تمام، بصير الماده سهل للتشوه. فانا عاده في التصميم في الار سي بنوصل لهنا، يعني عشان ما تكون الاسترس اكثر من استريس يلد، هاي بسميها ستريس يلد، يلد هاي سترين يلد، يلد عشان ما تزيد عن هذا الحد، بكون عندي معامل امان، يعني بحافظ على الستيل انه ما يتاثر للتشوه، عشان اذا صار في تشوه في الستيل، ان كان الستيل اللي في الكولوم او الستيل في السلاب او الستيل في الاسبان، ايا كان ان صار في اي تشوه، فأنا شوي تدريجيا راح ينهار الستيل من هذا الاجهاد. فانا بحاول اكون الاسترس اللي راح تاثر على هاي البنايه اقل من الاسترس يلد، تمام، مش موضوعنا. بيرتفع عندي لحد معين اللي بسميها الالتيميت، الالتيميت يعني خلاص صار عندي تخصر، بصير عندي تخصر في هاي العينه. انا التجربه، بنحكي عن التجربه، بصير عندي تخصر في هاي العينه. تخصر يعني لما يكون عندي عينه هيك، بصير عندي نكت، بنسميها النكت، بصير عندي هيك تنزل هيك، يعني خلاص صارت هشه جدا، اي تاثير عندي خلاص بقضى على الماده. وصلت لهان صار عندي فيلر، خلاص انتهت الماده، بطل لها اي تاثير او اي خدمه، ما بتخدمني هذه الماده. طيب هسه صلابه الماده هي المنحنى، ما بنهتم في هذا الحكي، هذا مش مهم بالنسبة لنا هسه نعرفه. هاي صلابة المادة، المنحنى، الشكل تحت هذا المنحنى. طيب اللي بهمني في هذا الشكل كله انه اعرف الاي، الاي هي الموديولس اوف بلاستيسيتي اوف الاستيك، اسف، لهي للالاستيك، الاستيك موديولس اوف الاستيك هو معامل المرونة، يعني هو الميل هنا، الميل اي تساوي، خذ الميل الوايت على الواي على الاكس، طيب سيجما على ابسلون ال، هاي هي الاي. فاحنا هيك تعرفنا على موضوع جديد اللي هو الابسلون، السيجما على اي، اللي ربط لي بين الاستريس على الاسترين، اللي ربط لي بين الاجهاد على التشوه. هذا بالنسبه ل
الاسترنج. طيب احنا بنستخدم موضوع يعني زياده، نستخدم بارات الحديد بنسميه جي 40 وجريد 60. طيب هذا بيعطيني اف يلد له يعني مقدار تحمله 270 ميجا باسكال، هاي 270 280 ميجا باسكال يعني بتحمل اف يلد عنده. بعديها بصير عندي تشوه، ببطل في الماده، الماده بصير عندي مرنه. طيب وهنا اف يلد له يعني مرنه بتشوه برجع، بتشوه برجع. طيب اف يلد هنا له 420 ميجا باسكال، يعني جراد الحديد، جريد الحديد بيهمني ويفيدني في سلامة المنشأة وسلامة الحديد. هذا الموضوع في الار سي بنتعمق فيه، في الستيل بنتعمق فيه، اما هذا بس بكفي هذا نعرفه عن الستريس والسترين دايجرام. تمام، هسه هذا بالنسبة للستيل. هسه في شيء ثاني بالنسبة للكونكريت، لمات الكونكريت، الكونكريت من المواد البريتل، يعني المواد البريتل المواد الهشة، المواد الهشة ما في مرن. طيب نفيد في شغله ثانيه كمعلومه، الستيل بيستحمل، هسه اخذنا الستيل بيستخدم بيستحمل الكومبريشن والتنشن، يعني بيستحمل التنشن، اما الكونكريت الخرسانه ما بتستحمل التنشن، يعني 10% او 12% بتستحمل كومبريشن تنشن، هي لا الخرسانه بتستحمل ضغط، بتشيل الضغط. يعني شوف العقدة ايش، حط عليها خزان، حط عليها مقدار ماي اثاث، بنحط على السلاب هذا على العقدة تستحمل، اما التأثير او انها تستحمل شد فهي ضعيفة جدا في الشد. فعشان هيك احنا بنعمل ار سي، بنعمل تدعيم، بنحط الستيل مع الخرسانة. فالمواد البريتل يعني ما بصير فيها تشوه كثير، على طول اول شد بعدين بصير عندي فيلر للمادة. تمام، هذا بالنسبة للموضوع الستريس سترين دايجرام. طيب ندخل في موضوع، هو الموضوع اللي بالنسبة لنا مهم شوي، وهو راح يعتمد عليه موضوع النورمال، وراح يدمج بين الستريس، الستريس نورمال ستريس والسترين. طيب هو موضوع اللهم صل على سيدنا الاكسيال كالتالي، بيقول لي عندي قوة، بكون عندي قوة، عندي قوة وعندي فيكست، عندي قوة فيكست رح نشرحه بس بعدين نحل أسئلة في الفيديو الثاني. عندي اف واحد مع ال واحد وال اثنين، هاي عندي اف اثنين. تمام، هنا فيكست معلق، لسه معلق، فانا بحكي اي تساوي سيجما على العرض السترين، السيجما عبارة عن بي على اي عمودية. طيب والابسلون عبارة عن دلتا ال على ال، عوض كل قيمة هنا فبتصير اي تساوي هاي مقدار التشوه او الاستطالة. طيب اي تساوي بي على اي كله على دلتا ال على ال، مقام البسط مقام، ومقام المقام بسط، يعني بي على اي مقام البسط مقام، ومقام المقام بسط، هاي دلتا ال مقام بسط، يعني اي تساوي بي ال على اي في ال دلتا ال. دلتا ال ايش حكينا؟ هاي مقدار الاستطالة. انا بدي ايش؟ بدي تشوه الاسترين، الاسترين هاي الاسترين، دلتا ال اعمل نقل، دلتا ال تساوي بي ال على اي في اي. هاي هو اشتقاق القانون، او كيف طلعنا القانون بشكل بسيط طلعنا. بس مادة الجميل في مادة مقاومة المواد، المواضيع بضلها تتكرر في هاي، فكله تعويض قوانين ترجع للقانون الاساسي، فمش زخمة في تعويض القوانين. هاي طلعنا هذه القانون. طيب نطبق على هذا التأثير ونشوف كيف تأثيرها. عندي قوة أولى بتأثر، القوة الأولى بتأثر على هذا الجسم، أثرت عليه بقوة داخلية أولى فأثرت، فصار عندي استطالة أولى. بعدين أثرت عليه بقوة كاملة F2 من نهاية الجسم فتأثر كمان بدلتا L، فدلتا L لواحد هي هنا
قلت قلوة. دلت الواحد تساوي القانون هذا اف واحد نفس بي في ال على الواحد على اي واحد، تمام، زائد شوف لي اثنين اف اثنين. طيب اف اثنين هي بنهاية الجسم، فاف اثنين هي راح تأثر على الجسم كامل، يعني اف واحد اثرت على وين؟ على ال واحد فقط، تمام. اف اثنين لا راح تاثر على الجسم كامل. طيب اف اثنين في ال واحد على اي في ايه جسم كامل، هاي ايه جسم. طيب زائد اف اثنين في ال اثنين على اي في ايه. الفكره كالتالي، انه هنا اثرت بس على جزء من جسم، هنا اثرت على الجسم كامل، هاي هي الفكرة. الخلاصة اللي راح استفيد منها احكي دلتا ال توتال تساوي مجموع ان في ال، يعني اسف ال ان هي البي، بي في ال على اي في اي لكل جسم. طيب قبل ما نبدا بحل الاسئلة، راح نبدا بحل الاسئلة ان شاء الله. راح نحل 8 اسئله على الموضوع كامل، نكون خلصنا من الموضوع، لان منه عليه اسئله سنوات واسئله كتاب وبروبلم، نكون ان شاء الله فهمنا. طيب انا راح اصير اخذ سكاشن، راح اصير اطلع رياكشن بس بشكل بسيط، تمام. السكشن او الرياكشن، السكشن وين باخذه؟ كل تغير في القوه ناخذ سكشن، سكشن، وكل تغير في المساحة ناخذ سكشن، كل تغير في الموديلس اوف الاستيك المرونة المادة الاي بناخذ سكشن. هذول الثلاث خلينا في بالنا لما نبدا بحل الاسئله، ان شاء الله راح نعاود نعيدهن ونوضحهن باذن الله. هيك بنكون خلصنا، شرحنا ثلاث شغلات، عملنا مقدمه للماده، خلصنا الستريس نورمال، خلصنا السترين العرضي والطولي، الطولي والعرضي، وخلص وشرحنا منحنى الانفعال، الاجهاد والانفعال للستيل، حكينا شوي عن الكونكريت وعدم تحملها للشد. بدأنا بالسترين اللي راح يأثر عندي على البارات، على البار والسترين بشكل عام، لكن هذا القانون هو راح أتعامل معه بشكل كامل، بشكل كامل. لكن لو أخذنا هيك، يعني هو عبارة عن مجموع ستريس، هاي بي على اي ستريس في ال على اي، هاي هي الفكرة. فالستريس هنا استفدت منها، فكيف دمج بين الستريس، ودمجنا بين بين المودولس اوف الاستيك، ودمجنا بين التشوه، هذا مقدار تشوه الاستطالة للماء.